الحياة على الأرض شكلها اتغير كتير في 100 سنة اللي فاتوا. الإنسان عرف حاجات ما كانش يحلم إنه يعرف، عارف علوم معقدة، عارف يطلع القمر، عارف يشوف أعماق الكون، عارف يغير شكله، عارف حاجات كتير قوي. بس يفضل السؤال، عارف أصله؟ عارف تاريخه؟ هل الإنسان عارف نفسه؟ الحياة اللي احنا عايشينها النهاردة هي نتيجة لآلاف السنين من المزج والاختلاط بين حضارات وثقافات وديانات ومعتقدات، شكلت وعي البشرية وأنتجت حياتنا اللي نعرفها. وكل ما بعدنا عن العواصم والمدن الكبيرة وبعدنا عن الأسفلت ودخلنا في عمق الصحاري والغابات وقرينا الرسائل المحفورة على الحجر، هنشوف عوالم وناس وطقوس وعادات، هنشوف أولها والعمدان اللي قامت عليها حضارتنا. يمكن في حكايتنا كبشر نلاقي نقطة تلاقي. أنا اسمي ريم مصطفى، ممثلة مصرية. في الفيلم ده هقوم برحلة بحث، البحث عن الجذور. معرفة جذورنا كبشر بتبدأ من معرفتنا بخالقنا ربنا، ورحلة البحث عن مهد الديانات السماوية بتبدأ بجبل موسى. في شيء سخن والنبي؟ الشغل ده من قديم الزمان معروف، يعني مش جبل موسى وبس، عندنا حجر سيدنا موسى ومقام النبي هارون، يعني في حاجات كتيرة. بعد كده بينتهي فترة الزيارة دي. هنا ناجى موسى رب، وربه تجلى لي، شاف نوره وكلمه وسمع صوته. هنا نزل ربنا العشر وصايا على سيدنا موسى. Where are you from? I'm from Egypt. I'm from Russia. What is your name? Reem. My name is Reem. My name is Aviva. Nice to meet you. Nice to meet you. So you're here on vacation? I'm here for religion tourism. But this place is amazing. It looks very nice. It is. العرب عايشين على الأرض دي من مئات السنين، محافظين على هويتهم وعاداتهم وتراثهم. شكل حياتهم ما اختلفش كتير، هم حراس البوابة اللي بتربط الشرق بالغرب. قولي يا شيخ جميل، احنا رايحين فين دلوقتي؟ احنا ان شاء الله كده رايحين على منطقة النواميس. منطقة النواميس دي من الآثار القديمة، في منها أقاويل تقول دي من عصر البرونزي، بس الأقرب إلى العصر النبطي، لأن عصر النبطي كان منتشر أكثر من قرنين من الزمن على جنوب سيناء كلها، وليه آثار في كل مكان. العصر النبطي كان عصر ممتد وليهم استراحات مبنية للقوافل التجارية. كان العصر النبطي كانوا بيهتموا بالتجارة والزراعة وحفر الأبار حوالين الأماكن. أساساً الاستراحات دي لقوافلهم التجارية العابرة من البلاد الجوار. بلاد الجوار زي ما قلنا الأساس، العاصمة الأساسية لهم البتراء في الأردن، وليه عاصمة صغيرة اسمها الحجر في السعودية. فقوافلهم كلها التجارية اللي داخلة على بر مصر بتمر عبر سيناء. في أماكن فيها للتعبد وفي أماكن لها الاستراحة. العرب هم ملوك الصحراء، وفي ليل الصحراء مفيش أحلى من قعدة العرب. فضل الشاي. فضل الشاي مجموش. شكرا. الأرض والعرض اثنين لا يتجازى عليهم حد، عرضك وأرضك لا يتجازى عليهم جزء خالص. بعد حرب 73 في منطقتي اللي نعيش فيها، سبعة من أفراد الكمانزو المصري فرق استطلاع، ست شهور كنا بنوديهم لجبل لجبل. في اللحظة دي كانت إسرائيل بتبحث عنهم في كل مكان عشان تجيبهم. ممكن تقولك أفتح شوال وأملالك فلوس دايما تعايز، بس هات لي فرد من الأفراد دي، كان مستحيل. سلامة.
فيادر فيادر الجبة سوالنا فيادر فيادر وفيادر فيادر وفيادر فيادر فيادر الوبوس تسوف عرجم دقرار تلقوس نايقين بلدر ولا أميركاتن ولا أوروبا رارغن شي قلبي. على خطى قوافل تجار العرب اللي كانت بتعدي البحر وتركب النهر لحد عمق أفريقيا، وصلنا الأرض قامت عليها واحدة من أقدم ممالك وحضارات أفريقيا، أرض النور، بلاد الذهب وأرض الخير. أهلها هم ما تغيروش من ألاف السنين، معجونين بطمي النيل وروحهم فيه، ولحد النهاردة عايشين من خير وزرعته. أنت بتقول له إيه؟ إيكادولي. إيكادولي؟ أنا بحبك. لا بجد؟ لا والله. إيكادولي يا محمد. أيوة إيكادولي أتي. وأتي. تكور تكور. هو ما بيتكلمش ما هما بيفهموا بس ما يتكلموش كتير يعني. انت بتحبي عادة تكلميه؟ انا بكلمهم بالنوبة عشان ما تروحش خالص طبعا. بالظبط. خسارة. انكم هنا يعني اللغة النوبي كلها واحدة ولا انتوا في كذا لغة؟ في كذا لغة طبعا، يعني هي هنا في كنوز اكتر بالنسبة لأسوان. كنوز دي اللي هي اللغة الكنزية. وفي الفاديتشي دول في الكومومبو اكتر. هنا بيعبروا عن كل حاجة بالغنى، الدف والعود بيحكوا كل حاجة في النوبة. سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى. معبد إزيس في جزيرة فيلة في أسوان اتبنى في عهد مملكة النوبة علشان يخلد أعظم أسطورة حب في تاريخ الحضارة الفرعونية، أسطورة حب إزيس وأوزوريس. الطاقة في المكان ما تتوصفش، حقيقي جدودنا ما بنوش الحضارة العظيمة دي بالصدفة. يمكن زي ما النظريات الحديثة بتقول كان عندهم تكنولوجيا متطورة، ويمكن لأ، بس الأكيد إن كان عندهم طاقة روحانية كبيرة، وكانوا على اتصال بكل مصدر للطاقة في الأرض، والأهم إنهم كانوا على اتصال بأرواحهم وكانوا عارفين هم مين. من سينا في الشرق وأسوان في الجنوب، مشينا على طريق الإسكندر الأكبر ووصلنا للواحة اللي زارها في الغرب، وهناك الكهنة نصبوه فرعون لمصر وابن للإله أمون. أنا شاطرة في التسلق. إزيك يا شيخ عمر؟ أهلا شزنين. أخبارك إيه؟ تاعت الحال النون. إيه؟ الزول في اللون. إيه ده إيه ده، أنت بتقول لي إيه؟ أنا بكلمك بالأمازيغي، بكلمك باللغة بتاعتنا اللي بنكلموها هنا. تاعت الحال النون يعني كيف حالك؟ أوكي. الزول في اللون دي تحية بقى، بتحية بالأمازيغي، كل الأمازيغي يقولوا الزول في اللون أول ما يقابل ضيف. وأنتوا كلكم بتتكلموا بالأمازيغي؟ كلنا بنتكلم أمازيغي وبنكتسبوا اللغة من الأب والأم في البيت، لكن بنتعلم اللغة العربية لما بنروح المدارس. الأمازيغ طبعًا حضرتك ما تعرفيش، الأمازيغ من أيام الفراعنة كانوا حاكمين المنطقة. لما دخل الإسلام في شمال أفريقيا أخذوا الديانة الإسلامية بتوع شمال أفريقيا، ابتدوا يروحوا الحج من الطريق ده. المكان ده فيه مية وفيه عشب من أيام الفراعنة والرومان. لما الأمازيغ لقوا إن هيندثروا وهينتهوا، فكروا إنهم يبنوا قلعة تحميهم من الغزو، فجم على أدرار إنشال. أدرار إنشال يعني باللغة الأمازيغي اللي بتكلمك عنها جبل المدينة، اللي هو اللي إحنا المكان اللي إحنا واقفين فيه ده. فبنوها بالثقافة الأمازيغية، بالطراز الأمازيغي، بمادة الكرشيف اللي هي الملح. بنحب كل الناس، وبيقولنا أجانب كمان بيجوا بيعيشوا معانا هنا، والناس تتقبلهم وعايشين حياة جميلة جدا. بيدوا رمز للسلام، عشان احنا بنزرع زيتون، فبندوا رمز للسلام للدنيا كلها من المكان ده. را
ربنا اختار الأرض دي علشان تحتضن رسالته، وأعز على أرضها رسل دياناته. هنا كبر موسى عليه السلام، ومن هنا بدأ دعوته. هنا كبر يوسف عليه السلام وتحققت رؤيته، وهنا لجأت العائلة المقدسة تتحامى في أرضها. المكان ده جاء والسيد المسيح بنفسه، هو وأمه السيدة مريم ويوسف النجار، العائلة المقدسة، هربا من بطش الرومان في ذلك العصر. ظهر لهم حلم سماوي، اهرب إلى أرض مصر. إحنا بقى في المكان الجميل اللي إحنا فيه ده، هو بابلون، المنطقة اللي فيها المغارة المقدسة اللي عاشت فيها العائلة المقدسة 3 شهور. المغارة المقدسة دي في العصر بتاع السيد المسيح لما جه مصر كانت مباشرة على النيل. أول ما حسوا بخطر الاضطهاد بتاع الرومان بيحيط بيهم، نزلوا في أقرب مغارة على النيل. البير ده هوت من أيام العصر الروماني موجود طبيعي، ولما جت العائلة المقدسة عشان يختبئوا في المكان ده هوت، مصدر من مصادر الحياة المياه، فشربوا من البير ده هوت. فإحنا بنقول إن إحنا محظوظين جداً، إحنا عندنا المكان اللي شرب منه السيد المسيح والسيدة العذراء مريم ويوسف النجار وسلومة القابلة. بنقول لكل الناس تعالوا اشربوا من أرض مصر اللي شرب منها السيد المسيح، تعالوا كله من خير مصر عشان تاخدوا نفس البركة اللي إحنا أخدناها من السيد المسيح وعائلته. السعي وراء الحب يغير، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته. فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج. في العالم في حوالي 50 مدينة اسمها اسكندرية، بس أشهرهم هي اسكندرية المصرية. اسكندرية كانت أعجوبة العالم القديم بمكتبتها وفنارها، والعلماء اللي كانوا بيجولها من كل مكان في الأرض وكل شعوب المتوسط جم عاشوا فيها. قدماء المصريين كانوا بيسافروا فبينقلوا الجيل بتاعهم والتقاليد بتاعتهم. العلاقة بين الشعبين من بتبتدي من محمد علي. أنا جيت من اليونان قبل 15 سنين لكن أنا حاسس دلوقتي مصر أكتر من اليونان، عشان دلوقتي أنا على طول هنا. أنا مش سافر، أنا سافر عشان شغل، أنا سافر عشان أروح هوليديز سياحة، لكن هنا على طول البيت. ديمج روشوش اسكندراني، فاكيش اسكندراني، في ناس كتيرة. لازم أقول له أغنية عشان واحدة مصرية في يونان، في يونان عشان كمان الموسيقى، كمان الموسيقى تقريبا نفس الحاجة. المزيكا المزيكا متشابهة. التايتل مسير لو، مسير لو، مسير لو. ممكن الأغنية زي مسير لو موي غليكيا سوي ماتيا فلوغا موي كانا بسيمستي كارديا يا حبيبي يا حبيبي. شفت بقى؟ انا اتعلمت الاكل ده بقى من جدتي. اوكي. جدتي احنا زمان كنا عايشين في الظاهر في عماره كده 10 ادوار، وكانت بتاكل العماره كلها الاكله دي. كان في ارمن وكان في يهود وكان في مصريين وشوام وحاجه لخبطه يعني. جنسيات كتيره، جنسيات كلنا كتيرة. وكلنا عايشين مع بعض وكلنا بناكل بعض ونحتفل ببعض. ويف فاين انتراين سيفر سجوخ جيشتو ده. انتوا بتتكلموا دايما مع بعض بالارمن؟ بنتكلم في بيتر من قعدت هنا 16 سنه وبعدين سافرت. سافرت رحت فين؟ سافرت فرنسا. اوكي. وقعدت في فرنسا فتره طويله؟ قعدت في فرنسا 15 سنه بس ما قدرتش اقعد هناك، رجعت
لقيت نفسك مرتبط خلاص بالمكان هنا. انا عمري ما حسيت ان انا غريب في مصر. انت بتدرسي هنا يعني؟ لا بشتغل مع بجد في الانتري ديزاين برضو. اه اوكي ذاتس نايس. وبرضو حبيتي نفس الاحساس هنا في مصر؟ مش عايزه تسافري اوكي سافرنا ورجعنا بيتنا هنا. انا دايما بقول دايما الارمن عامه يقولوا احنا ارمن وبعدين يقول من انا اقول مصريين ارمن. اكتر مكان ممكن تروحه وتحس بالانسبيريشن فيه هنا؟ اه انا دايما بروح جامع ابن طولون. بجد؟ اه بروح اقعد. وجامع ابن طولون يعني بتحب تروح مين هناك علشان الطريقه اللي هو مبني بيها ولا انه الفايب عموما في المكان؟ لا الفايب جميل. البروبورشنز بتاع الجامع، النسب، نسب مقدسه كده. نسب بتخشي كانك قطعتي للعالم كومبليتلي. طبعا مصر حاضنه لجميع الحضارات والاديان من اول وجود الانسان. ذكرت مصر في القران الكريم وذكرت في الكتب المقدسه القديمه سواء في التوراه او في الانجيل. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مصر في احاديث كثيره. من اهم الاحاديث دي: اذا فتحتم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحمه واتخذوا منهم جندا كثيفا فإنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. الحديث ده لما نقرأه نحس إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الجينات المصرية مش عن المسلمين. ده بيمدح في الجند المصري وفي شعب مصر قبل ما المسلمين يخشوا. أهل البيت لما دخلوا مصر كانوا ظلموا ظلما شديدا في الأماكن التي هم فيها. وبعدين يروحوا فين؟ المأوى فين؟ المكان فين؟ فستنا السيدة زينب لخصت الموضوع وقالت: يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله. وفي كل العصور الحضارة ازدهرت في الأرض اللي احتضنتها وامتزجت وبنت أسرها لما لقت نقطة تلاقي. كل اللي بيدور على السلام والخير، كل اللي بيدور على أرض خصبة يزرع فيها بذور ثقافته، لف الدنيا واستقر في مصر. مصر النهاردة نتاج كل الثقافات والحضارات والديانات اللي عاشت على أرضها. مصر هي نقطة التلاقي.